السلام عليكم شباب، قواكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. مثل ما عودناكم قاعد نطلع هالايام على الصبورة. اليوم احد، اليوم 8/5. قال ابو خالد اليوم خلينا نطلع الفجر، وطبعا تونا اجينا وطلعنا للصبورة، وهسه الساعة بالستة. خالد قواك الله. ابو خالد الله يقويك. شنو اليوم ان شاء الله تبشر؟ ها ان شاء الله ان شاء الله. طبعا هسه جزر شباب، هسه حاليا جزر، انتاني الوقفة، احنا جايتنا على مود الوقفة، يوقف الماي ويرجع مده، هنا راح يبدو صيد ان شاء الله. وهالايام الصبورة خشنة، صبورة تسوى. ها اي لا حلوة خوش. اي احنا غزلنا 11 ديش خوش راح يجيب ان شاء الله اليوم، وال13 همينة ما مقصر، وان شاء الله تعجبكم الحلقة. يلا حبايبي تابعونا. يا الله شباب، وهاي اول لوحة لنا راح نشلبها. طبعا الماي وقف هسه، راح نشلبها ونرجع نذبها من جديد. خلنا نشوف شنو يجي. حتى هسه الله صل على محمد. كاس هذا الهدية شي قام يجيب شسنا من الليط. كل من الليطة وراها شي كبير. ها هاي وراها شي شباب، هاي لازم وراها شي. ها حمودي يلا جتك 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 سوي. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. حمودي قال وراها شي، وراها شي والله. هذا شي بقوله يا الله. هذا شي هاي. ها هدي شي هاي، هدي شي هاي، هدي شي هاي. تسوى ها حمودي؟ تسوى هاي المخدة هاي. هاي مال اول لوحة. يا الله بعدها بدمها. ها حمدو يا الله. اليوم الاجواء كلش حلوة زين. وهذا ابو خالد ويانا. ابو خالد ياك الله. ابو خالد شلونك يا عيني؟ هاي يا الله يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وال محمد. هاي ابو السوم عليك كيفك؟ هاي الشفرة، هاي الشفرة ابو خالد. غريبة عن شفرة بعد هاي الشفرة، الشفرة جتنا مال الهديشي هاي ما شاء الله. هاي شفرة الهديشي شغالة. ها حجي؟ ها حمودي الشفرة شغالة؟ اي شغالة شغالة ابوي هاي. نعمة 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 نعمة. كله خشن اليوم. هذا الوقف، هذا الوقف. مو بعيد عنك الوقف، تعرف لها. اللهم صل على محمد وعلى العيون حمودة. حبيبي حبيبي كفو والله. كفو كفو يا اخوي ابو السوم، قواك الله اخوي. يعطيك العافية ان شاء الله. خلصت لحديتي. خلصت لحديتي. جابت لنا ذن المخاد الثنين، شوفوهن شباب. البلاط 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 البلاط. إذا وصلنا للشفرة لازم نطق لنا واحدة. ها إن شاء الله إن شاء الله بقوة الله وأهل البيت متعودين على الشفرة. هاي الثالثة عمي. هاي يا عين حمودي. هاي بوي 13 هاي. 13 وهذا نت جيت 11 إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله، الله الرزاق، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف ابوي شلونهن، ايش حالاتهن ابوي، ايش حالاتهن منورات. يلا شباب خلصنا اللوحه الاولى وبدينا بالشفره. هذا وياكم ابوي وسام زين. شباب
اللوحة الأولى هاي خلصت مثل ما تشوفون. يا الله يا الله يا الله أبوي بدأت الشفرة، بدأت اشتغلت الشفرة. قلت لك أنا قلت لك لو ما قلت لك بالشفرة قلت لك. أي والله كفو منك، ما نفوت احنا، ما نفوت الشفرة. هاي الرابعة هسه خلصت صدق، بعد ماكو ما حمودة هسه خلصت. يا الله شباب مثل ما تشوفون خلصنا اللوحة الأولى والحمد لله والشكر، جابت لنا هذني ها حمودي، هاي بالهديشي ويا بالهديشي، هاي شوف هذني، هاي اثنين بالهديشي وهذني اثنين بال 13 غير هذا الأبلاغ مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر. خلي نروح اللوحة الثانية وخلنا نشوف شنو فيها، يلا تابعونا شباب حبايب قلبي، وهاي الذبة الثانية إن شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله بيها بحق محمد وآل محمد. اللوحة الأولى والله خوش نقاد بيها والله، قاد اثنين جابت لنا اثنين بالهديش بال 13 ها. اي نشوف هاي اللوحة الثانية ايش راح تجيب لنا، يلا حبايبي تابعونا. يا الله شباب وهاي اللوحة الثانية بعيون ابو خالد، عمي نور ابو خالد. هاي اللوحة مالتنا مثل ما تشوفونها، هاي اللوحة الثانية يا شباب ما شاء الله كلش حلو، مصدره مصدره عمي والله مصدره. عاش حمودي حبيبي حسام طينه والله بعدل انت عمي حبيبي بعد قلبي هسه اعطيك اياه بعد جهبتي حياك حمودي. هذا عمي خلينا نشوف شنو فيها، يلا حبايبي تابعونا. حياك الله حمودي. حمودي الله يقويك. حمودي الشاي. هاي حمودي دبت يعني يقول. لا حالة لوحة هاي الثانية بس لا حق قال عمي اريد الشاي بعد ما بيها كل مجال. وهذا احلى شاي الحمودي عمي. متمدد ومرتاح. من راس القوري. اي والله يا خال. الف عافية. وهذا الشاي الحمودي عمي. شكر قليلا زائدا شاي كثيرا. استاهل حمودي حبيبي حبيبي كفو منك. تمام هاي اللوحة الثانية راح نشلبها بيد حمودي. يا الله خلينا نشوف حظ حمودي شنو. يا الله هاي اللوحة الثانية هاي. يا الله اللهم صل على محمد. هاي اللوحة الثانية اشتغلت بيد حمودي البطل. عاش اخوي عاش عاش والله معدل معدل حمودي. يا بعد روحي بالسوق قلبي. عاشت ايدك حمدو عاشت ايدك والله كفو حبيبي حبيبي. يلا اخوي قواك الله قواك الله. الهوا شباب شوي اذاننا الهوا قوي واذاننا. يا الله عاشت ايدك اخوي كفو كفو حمدو كفو. ضربت له وحده حموده هاي مثل ما تشوفونها اللوحة الثانية هاي وحدة وبيدة وحدة. بس انا اقول لكم الهواء شوي اذانا والله الهواء اذانا. هاي المدة هاي بعد راح اروح للبيت. هاي اخر لوحة هاي حمدو. هاي الثالثة هاي ان شاء الله ابوي الله للبيت. هاي الاولى هاي عمي وهنا الثانية والثالثة بيد حمودي قاعد يخلص بيها. ابو خالد الهواء بين الهواء ها حتى بالغرف يتعب بس شوي ها هو عالي بين اي الحمد لله. رابعة هاي وين رابعة ولك شنو هاي فلتت والله قبل مد الفوق كل شيء جاي. عاشت ايدك عاشت ايدك جيب 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 عاشت ايدك. هاي الرابعة هاي شباب مثل ما تشوفون يلا ابوي راح المد الجو راح ثلاثة وهاي الرابعة. يا الله طبعا الهواء ما اقدر اصور لكم عذروني شباب عذروني هو عالي هو عالي ورود. يلا شباب مثل ما قاعد تشوفون الهواء العالي والرود اللوحة الثانية شيخ حمودي ما قدر اصورها لكم يعني كلها بالتفاصيل يعني الهواء عالي مثل ما تشوفون الرود شيء مرة عندنا عليه فرق كفاية. هاي عم جابت انت عشان حمودي تعدل ويا الله هاي لاني لوحة ما تحمودي هاي اللوحة ما تحمودي هاي جابت لنا هاي الصبورة. عاشت ايدك حمودي حبيبي وانت العايش بعد قلبي. هاي البلاطي زينة عمي والحمد لله والشكر على كل حال. هسه راجعين للبيت هسه راجعين للبيت احنا ولا
هناك ان شاء الله نجي الحلقه من وصل دور حمودي. حمودي حمودي ملك حمودي معدل. يلا شباب اللي هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم، اليوم 1/8/5 سجل هذه الحلقه اليوم 8/5. خاف تنزل متاخره لان احنا مصورين اول البارحه، هاي راح تنزل لكم الحلقه متاخره، واعذرونا عن اللوحه الثانيه مال حمودي، طبعا صار هواء عالي ما قدرت تصوره عليه، صورت بس اللقطات من صيد السمك الحمد لله والشكر، يعني بيها خير خير وبركه. طبعا احنا بس لوحتين الاولى والثانيه بس، تقريبا طولنا ساعتين ثلاثه. ها حمودي ما ادري ايش حمودي عاشت ايدك حمودي اليوم سويت كله هديشي. ها ايه هديشي هديشي كله الهديشي يشتغل، عيون ابو خالد عمي ولو تعب ابو خالد طقت الشمس. يلا ان شاء الله نتابعكم حلقه جديده وفيديو جديد في مالنا.